السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغرب. قلناها منذ ايام قليله فقط، باللي مقابله فولهام مع برينتفورد مقابله صعبه جدا، وقلنا باللي فريق برينتفورد ضعيف جدا. قلناها وقلنا وقلت انا شخصيا باللي فولهام عنده لافونتاج على برينتفورد، ولكن تبقى كرة قدم وكل وارد فيها. بالفعل نتمنى ان شاء الله من الناس اللي قالت لي راك تخرف باللي كي قلت على برينتفورد اضعف من فولهام راك ما تعرفش بالو، يبين رواح ويبين رواح. كي نقول بين رواح يكتبوا لنا في الكومونتير اسكو رانا نخرفوا ولا رانا نمشوا مع منطق كرة القدم. مانيش انا فيلسوف، انا هضر منطق كرة القدم. المنطق يقول فريق فولهام في كل النواحي احسن من برينتفورد، نادي كتاريخ كلاعبين مستوى عالي كمصاريف كبيرة كميزانية كبيرة، فريق معروف فولهام. برينتفورد هذاك الشيء اللي كاين، القماش كيما نقولوا هذاك الشيء اللي كاين. وزاد عاون فولهام، عاونها تغييرات المدرب نتاع برينتفورد، خرج المهاجم الفرنسي اللي مع سعيد بن رحمه رقم 19، وزاد قضاء الفريق نهائيا، زاد خرج اللاعب دا سيلفا وسط ميدان. دا سيلفا يعاون في الدفاع في وسط ميدان دفاعي يسترجع كرات، وزيد يعاون في الهجوم. لما زاد خرج دا سيلفا قضى نهائيا على خطورة برينتفورد. خلاص اصلا برينتفورد هما 3 لاعبين زيد لهم شويه دا سيلفا، تنتهي هنا، تنتهي برينتفورد. عندهم 3 جوار رقم 11 اللي قلت عليه سابقا، سعيد بن رحمه والمهاجم الفرنسي رقم 19 ونوعا ما دا سيلفا، ممكن نزيدوه دا سيلفا يعدوا 4. خلاص هذا زوج لاعبين نحيتهم من مجموعة 4، خلاص قضيت على فريق برينتفورد نهائيا. خلاص الشيء اللي قلناه حدث. الآن خسارة قلت أنا من النهار الأول، قلت ودي راه مقابلة صعيبة وخسارة تقدر تقول متوقعة. دروكا نروحوا لسعيد بن رحمه. سعيد بن رحمه بعد الخساره والناس اللي كانت تقول ماذا بينا يخسر سعيد بن رحمه باش ما يبقاش في برينتفورد ويروح فريق كبير وكذا، ان شاء الله حنا نتمناو يروح فريق كبير سواء تشيلسي ارسنال توتنهام اي فريق مهم. انا بالنسبه لي الفريق اللي يلعب اساسي، ما يهمنيش انا فريق كبير ولا مش كبير، انا واش يهمني، يهمني بن رحمه يلعب دائما اساسي، هذا هو الهدف. يلعب فريق كبير ولا فريق متوسط هذيك حاجه اخرى، بصح كاينه حاجه، اللاعب هذا خسر مقابله مؤهله الى البريمير ليغ، مش نقول هو خسر، قصدي الفريق نتاعو، الفريق نتاعو خسر المقابله المؤهله للبريمير ليغ. هنا الاسعار ولا البورصه راح السعر نتاعو ولا القيمه نتاعو راح تهبط، مش قيمه الفالير تاع اللاعب، يعني الثمن نتاعو راح يهبط شويه، لان لو سعيد بن رحمه زاد فاز وتاهل للبريمير ليغ راح يزيد تطلع الفالور تاعو القيمه التسويقيه نتاعو، وراح يكون الانديه الكبيره في انجلترا تضرب عليه. ويبقى هذا مجرد راي، قادر يدي فريق كبير كل شويه، لكن راح تتاثر عمليه البيع، راح تتاثر حتى اذا راح فريق كبير راح المبلغ ما يكونش كبير كبير كبير، صح لو تأهل لبريمير ليغ يكون كلام آخر. إذا كما قلتها سعيد بن رحمة صعوده مع فريقه معناه بقاؤه في فريقه، خروجه من يعني ما يتأهلش فريقه للبريمير ليغ معناها راح يروح لفريق آخر. سعيد بن رحمة في قناة سكاي سبور الإنجليزية تكلم قال باللي ما عندي ني عرض، ماني مفكر لا في عرض تشيلسي لا ارسنال لا مكان حتى حاجه، راني مركز الا مع فريق. هذا سعيد بن رحمه، اذا عاد سعيد بن رحمه ما نصدقوش كلامه ما بقاش. اذا
معليش خساره قلتها من الاول متوقعه، خساره وارده. نتمنى التوفيق لسعيد بن رحمه في فريقه الجديد في قادم الايام، تبان الوجهه الحقيقيه لسعيد بن رحمه. نتمنى له التوفيق في فريقه الجديد، سواء فريق كبير او فريق متوسط. المهم والشيء الاهم انه يلعب اساسي، هذا هو الهدف، لازم يلعب اساسي. في الاخير ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.